حي النجار. أعمال نقوم بها قلع الأرصفة المتضررة من الأعمال الإرهابية وبنائها من جديد، ومرحلة ثانية التبليط يعني ورانا. مدة العمل شهرين إن شاء الله. العمل متواصل؟ العمل متواصل إن شاء الله. لا الحمد لله ماكو أي معرقلات. بالنسبة للسيارات يعني الزمن تصليح النفق، سيارة النفق مع هذه لا صار زخم يأثر عليكم؟ لا لا كل زخم يعني كل التأثير ما على عملنا ما أي تأثير ماكو. الحمد لله عن تشتغل وماكو أي معوقات. نعم نعم قاضي على فحوصات مختبرية. نعم يشرف عليها الجامعة، شركة الرافدين المقاولات العامة. عندنا مشاريع، عدة مشاريع في حي نابلس، في حي الرفاعي، في 17 تموز. الحمد لله. بالنسبة للإنجاز هذا العام تقريبا 40% لحد الآن.